بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. نعم، نحن شعب العراق قاتلنا وقاتلنا حتى يومنا هذا، فما زال أبناؤه يردون فلول الأعداء بين الحين والآخر، الأعداء الذين يريدون السوء للعراق وشعبه الأبي. وسنبقى نقاتل كل من تسول له نفسه النيل والتعدي على حقنا، على أرضنا، على مقدساتنا. كل ذلك ونحن نمني أنفسنا بأن يرى العراقيون خيرهم لأبنائهم، وقد استبشرنا خيراً عند زوال الكابوس الذي جثى على صدور العراقيين لسنين طوال، غاصباً لحقوقهم، ظالماً لحرياتهم، قاتلاً لأحلامهم. إلا أن المؤسف حقاً أن نرى العراق ما زال أبناؤه يبحثون عن كرامتهم وعزتهم فلم يجدوها، والسبب هو تخبط الحكومات المتعاقبة التي وصلت إلى دكة الحكم. اليوم وبعدما سمع الكثير من أبناء بلدنا الحبيب بنية العمل والتمرير بمشروع أنبوب الخيانة وبيع الضمائر قبل بيع الممتلكات، بل إعطاؤها بالمجان مقابل مناصب وكراسي خاوية. نعم، نفط البصرة، البصرة التي ضحت وجاهدت وعانت ما عانت برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها، وأعطت فلذات أكباد الأمهات ومهجة قلوب الآباء، وراح ذاك شهيداً وذاك جريحاً مقعداً، وتلك أرملة بين أيتام زوجها. مشروع أنبوب البصرة إلى العقبة مشروع خبيث، ونعلم جميعاً أنه قد تم في تلك الغرف السوداء. سود الله وجوه الساسة الذين باعوا ضمائرهم من أجل دنيا فانية، متناسين ذلك المجرم الذي حكم ما حكم وظلم ما ظلم، وبالتالي كانت نهايته في حفرة قذرة أمست محط إضحوكة الصغير والكبير. نحن أبناء البصرة بعلمائها وشيوخها ومثقفيها ورجالها ونسائها نرفض رفضاً قاطعاً تمرير هذا المشروع المجحف الظالم. وليصل صوتنا إلى الجميع من حكومة محلية ومركزية بأننا لن نتهاون ولن نقبل بأي اقتراح أبدا سوى سحب هذه الاتفاقية التي وقع عليها الفاشلون في الحكومات السابقة حتى وصل دور الحكومة الحالية. ونهيب بكل سياسي شريف وغيور أن يقف في صف أبناء بلده لا في صف العمالة والذلة والخيانة، وأن يترك بصمة شرف وبصمة أصالة، فالإنسان بموقفه لا بمنصبه. وما عطاء البصرة
من شهداء وأبطال إلا لرفضها لأي مشروع ولأي عمل إجرامي بحقها وبحق العراق. ولا نبالغ إن قلنا هذا المشروع المزمع تنفيذه وتمريره هو عمل إجرامي كبير وخطير. وليعلم الجميع أن خلق أزمات يراد منها إشغال الناس عما هو مهم وخطير لا ينطلي على أبناء شعبنا الواعي. وما حدث مؤخراً من الإساءة التي قام بها المدعو الصرخ وأتباعه إلى مقدساتنا، وكذلك مسألة غلق منفذ الشلامجة، المنفذ الذي تمر من خلاله معظم المواد التي يستهلكها المواطن البصري من مأكل وغيره، ما هي إلا أزمات مفتعلة والتي لا ينبغي أن نشغل أذهاننا بها ونترك الأخطر. ومن هذه الوقفة الجماهيرية نحذر الساسة والمسؤولين وكل من سولت له نفسه الدنيئة تمرير مثل هكذا مشروع ومؤامرة. نعم نحذر، وإذا تطلب الأمر ليسمع الجميع، وإذا تطلب الأمر دماءنا فمرحبا بالموت الذي فيه دفاع عن الحق ونصرة المظلومين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. جمع من علماء وطلبة الحوزة الشريفة ومثقفي البصرة وشيوخ عشائرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الوقفة إن شاء الله تعالى لطلبة العلوم الدينية في البصرة، إنما انطلقت لأسباب كثيرة، يعني ليست القضية محصورة في جانب واحد، بل هناك ملفات متعددة أثارت قلق طلبة الحوزة، وبادروا إلى أن يكون لهم موقف في تقييم هذه الملفات، وكذلك موقف في إبداء رأيهم للحكومة ومحاولة إيقاف هذه المشاريع التي لا طائل من ورائها، بل أنها تخدم العدو وكذلك تخدم ربما أشخاص معينين، منها أنبوب العقبة، أنبوب نفط العقبة من البصرة إلى العقبة. هذا كل الإحصاءات أو كل الدراسات الاقتصادية تقول أنه مشروع غير اقتصادي، وكذلك هو يصب في جيوب الأعداء وفي جيوب ساعدت على قتل العراقي وإدخال داعش. هذه واحدة. بعد عندنا مثلا طريق الحرير، لماذا لا يكون العراق ضمن طريق الحرير ليكون هو مركز هذا الطريق، لا أن يكون طرفا كما هو في أنبوب العقبة. عموما هذه كذلك ارتفاع الأسعار، لماذا؟ في وقت أن الوارد العراقي أعلى ما يكون ربما من السقوط إلى اليوم. يعني الآن الدخل العراقي، ارتفاع الوارد العراقي اليومي يفرض أن المواطن العراقي يكون له نصيب من هذا الارتفاع، وبالتالي أما تنخفض الأسعار أو يأخذ حقه من الدولار. الموضوع الأساسي الذي يعني استدعينا الوقفة من أجله وقفة احتجاجية، لأن هناك مؤامرات ضد البلد، هناك هدر لطاقات البلد، هناك هدر لاقتصاد البلد، منها ومن ضمن الكثير منها هو مد أنبوب من البصرة إلى العقبة. هذا الموضوع من ضمن المواضيع التي تؤثر على المواطن البصري خصوصا، فلذلك هذا الموضوع استدعى وقفة احتجاجية من أهالي البصرة وخصوصا النخب الدينية.
طبعا المقول دائما ينظر الى ان رجال الدين والمؤسسه الدينيه بعيده عن الواقع السياسي، وهذا يثبت اليوم يثبت العكس، ان الطبقه الدينيه والمؤسسه الدينيه تراقب الوضع السياسي وتراقب الوضع الخدمي وتحتاج لانحراف مسيره الاقتصاد ومسيره البلد. عندما تهدر الطاقات، عندما تضيع الثروات، يجب ان يقف رجال الدين لانهم يمثلون نخبه واعيه من هذا الشعب. هذا باختصار. هناك الكثير من الملفات، منها طريق الحرير، ومنها هذا مد الانبوب، واقتصاد البلد، ارتفاع الاسعار، ازمات متعدده، ازمات متتاليه، الازمه السياسيه، تاخر الحكومه. هذه يعني هو هذه الوقفه هي تعبر لرفض هذه الشريحه ورفض هؤلاء الناس وهؤلاء النخب لمجريات الاحداث، وتعتبرها تعتبر هذه الاحداث هي عباره عن امور غير طبيعيه والسلبيه في الحياه العامه، ويجب الوقوف بضدها. عندما يقف يعني رجال الدين ونحن الاكاديميين والمثقفين مع هذه النخبه لنعبر برفض شديد وقاطع لكل ما يراد للبلد من انحراف او تركيع. حقيقة اليوم وقفة احتجاجية في محافظة البصرة يقوم بها وجهاء وعلماء دين في هذه المحافظة العزيزة وهذه المحافظة الكريمة المعطاء إلى جميع محافظات العراق. اليوم احنا كمحافظة البصرة نشعر بالغبن والحيف مما يدور حول المحافظة بشكل خاص وللعراق بشكل عام. اكو يعني قضايا متعلقة بما يخص مصالح الناس و متطلبات المجتمع البصري ومتطلبات المجتمع العراقي. نشوف هناك اكو ايادي خفيه جاي تعمل ضد المواطن وضد الجمهور وضد الناس وضد اعمال الناس وضد الكسبه وضد الخيرين بشكل عام، يعني بما فيها غلاء الاسعار وبما فيها مواضيع اخرى اهم من غلاء الاسعار. اليوم غلاء الاسعار لربما يجوز اذا متوفره السيوله والماده، يعني الكسب الصحيح بالنسبه للمواطن، اي مواطن اليوم باستطاعته انه يقدر يعني يتحاشى قضيه مواد الاسعار او يقدر يتواكب ويرفع الاسعار اذا كانت متوفقت له او متوفرت له العفو فرصه عمل ومتوفرت له مبالغ يمكن يقدر يعيش بها ويقدر يتابع اموره. احنا اليوم نطالب بقضايا هواي امور بما فيها قضيه ميناء الفوق المعطل، واللي حسب ما يدعون الاخوان في دائره المواني بانه هذا الميناء جاي يشتغل، والناس اللي اهل الاقتصاد من اللي تروح تشوف المواقع ما تلقى اي عمل. عندنا طريق الحرير معطل، عندنا هذا الانبوب اللي هو اللي جاي يسبب لنا هواي اشكالات، ولا هو مو وليد اليوم ولا وليد الساعه هذا الانبوب. هذا الانبوب هو قديما، وبالتالي احنا اليوم نطلب ايقافه وايقاف المشروع بشكل عام. هذا الانبوب هو انمد بايام النظام البائد، من كانت البصره محاصره او العراق ما كان باستطاعته ان يصدر نفط، وجد طريق ثاني انه يصدر عن طريق ميناء العقبه. من كانت الحرب العراقيه الايرانيه كانت قائمه، فبالتالي كان ما باستطاعته ان يصدر، كان هذا الانبوب لزاما على العراق ان يوفر هذا الانبوب. اليوم باستطاعه العراق ان يصدر نفط عن طريق البصره من خلال البواخر والسفن والارصفه اللي موجوده، فاحنا ليس بعازة الى هذه الانبوب، وهذا الانبوب بالتالي هو خساره مو ربح، لانه اولا تكلفته غاليه، ثانيا راح بنى تحتيه تنصب له، وهاي البنى التحتيه راح تصبح مو تابعه للعراق ولا تابعه للشعب العراقي، راح تستفاد من دول اخرى.
فبالتالي احنا اولى بهاي المبالغ، شعبنا اولى، ناسنا اولى، جمهورنا اولى. نطالب الحكومه العراقيه اللي موجوده حاليا، هي حكومه تصريف الاعمال، ومو من حقها ان تتصرف باي تصرف، ولا من حقها ان تقوم باي مشروع واي عمل الا من بعد انه تشكل حكومه رسميه ومعترف بها من جميع اطياف الشعب العراقي، والحمد لله رب العالمين. هناك مشاريع خلال هذه الحكومة المشبوهة، لا نقول أكثر من هذا، حكومة مشبوهة تقوم بتصرفات وعقد صفقات تجارية وليس استراتيجية. أكو تجارية أكو استراتيجية، فهذه الصفقات منها الأنبوبة الذي يمدع العقبة صاحب المبالغ الطائلة من المليارات، ومشاريع أخرى صفقات تجري تحت الطاولة. فما هو يعني الوقت الآن؟ لماذا في هذه الوقت؟ لماذا في هذه الحكومة؟ أنا في حكومة احنا انتقالية، ومعروف ان الحكومة الانتقالية ليس من صلاحية ابرام هكذا عقود ومشاريع استراتيجية. نرجو من جميع المواطنين من خلال جانب الاشعار المسؤولية الاخلاقية والاسلامية والوطنية ان يقفوا صفا واحد ضد هذه الاتفاقيات، وان يعبروا عن صدق مشاعرهم وولائهم لهذا الوطن، لان سرقة الوطن لا تقل عن احتلاله. الوقت الذي يأمل فيه العراقيون بناء مشاريع تخدم العراق، تخدم العراقيين، تخدم الطبقات الفقيرة، بناء بنية تحتية تلحق فيه الشعوب الأخرى، إيجاد مشاريع فيه منفعة للعوائل الفقيرة، نجد أن الحكومة، الحكومات المتعاقبة، وحتى وصل الأمر إلى الحكومة الحالية، مصر على تمرير مشروع. هذا المشروع واقعا واضح جدا فيه استنزاف لأموال العراق، فيه استنزاف لطاقات العراق، فيه شم مؤامرة خطيرة خبيثة. الغاية منها هو واقعا تعثر بناء العراق، تأخير بناء العراق. لذا اليوم العراقيون أهل البصرة بعلمائها، بمثقفيها، برجال، بشيوخ عشائرها، يقفون وقفة استنكارية رافضة لهكذا مشاريع خبيثة، ولن نتنازل، لأنه واقعا رأينا في استهتار بالفكر العراقي، استهتار بالفرد العراقي، وهذا لا يمر علينا طالما النفس موجود إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بقضية وجود القوات التركية في أرض العراق، طبعا هو هذا من الأشياء المؤلمة واقعا لكل غيور عراقي. نجد أن يعني في الوقت اللي نجد فيه الحكومات تتدخل وترفض وتستنكر كثير من الأمور، إلا أنه وجود الجيش التركي في العراق وإلى يومنا هذا واستهتار الأتراك في أرض العراق، نجد أن الرفض ركيك، الرفض ليس بالمستوى المفروض، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على واقعا مؤامرة على هذا العراق، مؤامرة على الشعب العراقي، واقعا تخاذل واضح جدا لنصرة العراق. وإن شاء الله بوجود الشرفاء والغيارة لا تمرر أو لا يمرر أي مشروع خطير، أي مشروع إجرامي، أي مشروع خبيث إن شاء الله طالما النفس موجود. في الواقع كوننا مؤسسة دينية ونتحدث عن الشرع المقدس، كل المعاهدات التي تعقدها الحكومة فهي
مخالفة للشرع المقدس كهذه المعاهدة لنقل النفط إلى العقبة ومنه إلى الاستفادة منه من قبل إسرائيل، هذا شرعا لا يجوز وهذا حرام شرعا. وبالتالي نحن عندما وقفنا هذا اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية، هذا البعد الشرعي يجب أن يفعل، لأنه لابد أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن أولى بهذا الأمر، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا يجوز شرعا أن يصل نفط البصرة إلى هذا الكيان الغاصب وهو حرام شرعا. والأمر الثاني أمر اجتماعي عرفي، لا يجوز الشعب البصري شعب معطاء وخيره لكل العراق، يعني الشعب البصري الشعب والذي ضحى من أجل العراق، تاريخ البصرة هو تاريخ جهادي، تاريخ قدم الكثير للشعب للعراق بالخصوص، وهي بصرة الشهداء وأكثر شهداء في الدفاع المقدس ضد داعش وقبل داعش وفي كل الحركات التي قام بها مراجع الدين، كان أول ما يستجيب هو شعب البصرة. وهذا اليوم هذه الوقفة هي امتداد لهذه الاستجابات. شعب البصرة لا يريد أن يكون العراق لقمة ساغة بيد الصهاينة أو بيد الأمريكان أو الأعداء. ونحن أيضا نطالب بأنه كل ما يخدم العراق يجب أن يكون يصب في اهتمام هذه الحكومة أو الحكومات القادمة. الآن تعلمون أن العالم لم يصبح بعد محور واحد، الآن أصبح محوران، وهذا التقسيم أصبح واقع حاصل في الخارج. وبالتالي لابد السياسيين الذين يتولون أمور البلد عليهم أن يأخذوا هذا الأمر بنظر الاعتبار، لا نرتمي بأحضان أمريكا، هناك محور آخر قادم وبقوة، فلا بد من تفعيل طريق الحرير لأنه فيه خير للعراق. لا بد أن كل هذا الدولار يجب أن ينزل ينخفض لأنه فيه مصلحة للمجتمع، لا يمكن أن يبقى. لماذا يبقى بعد أن ارتفع النفط إلى أن أصبح الاحتياط النقدي للعراق كبير جدا كما سمعنا في الأخبار؟ بقاء هذا الصرف هذه لعبة سياسية يستفيد من عندها أحد الأطراف، وهذا لا يمكن على حساب المجتمع أو الفرد العراقي. نحن كمؤسسة دينية من باب الشرع ومن باب الشرع طبعا أساس شيء أساس باعتبار نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والثاني لابد أن نقف مع مجتمعنا مع مجتمع البصرة لإيصال مطالبهم إلى هذه الحكومة أو الحكومات القادمة. اليوم مجموعة من فضلاء وعلماء البصرة الفيحاء اجتمعوا واستنكروا ما يجري في العالم الإسلامي وما يجري في العراق خصوصا وبالأخص مدينة البصرة الفيحاء التي قدمت الغالي والنفيس. نجد هناك تركيز على مصادرة خيرات وممتلكات وما جاد به البصريون وما وهبه الله سبحانه وتعالى للشعب العراقي من خلال البصرة الفيحاء. اليوم نجد قضية غلق المنافذ، مسألة انبوب النفط، وهو بالحقيقة ليس قضية استراتيجية أو قضية اقتصادية، نحن نعلم بأن هذا يصب في صالح إسرائيل، وسبب المشاكل والآهات وانعدام الأمن والاستكبار العالمي بوجود إسرائيل في المنطقة المغتصبة للأراضي الفلسطينية. وليعلم الساسة وليعلم العالم بأجمع أن البصرة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن المقدسات، والشاهد على ذلك ما حصل في مسألة داعش واستجابوا لفتوى الجهاد الكفائي وحصل الانتصار الأسطوري على يد هؤلاء الذين دافعوا عن المقدسات وعن العرض والأرض. ولا يمكن أن يتنازل الشعب البصري عن حقوقه مهما كانت الأثمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والصلاح.